الإعصار دانيال يهدد بغرق اسكندرية ومطروح، وهنقول التفاصيل بالظبط والحقيقة. بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من عدم استقرار الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة القادمة بسبب اقتراب إعصار دانيال من السواحل الشمالية، من المقرر أن تبدأ العاصفة على غرب البلاد تمتد لمناطق من الشمال يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى أمطار رعدية على فترات متقطعة. أما هذه التغيرات المناخية تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعى أو تدعي احتمالات تعرض اسكندرية ومطروح للغرق بسبب العاصفة، لكن خبراء الأرصاد الجوية نفوا الأمر تماما، مشددين على أن هناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والتي تصل إلى غزيرة بعض الأوقات والرعدية على فترات متقطعة لا أكثر. وكشفت خرائط الطقس وفق الأرصاد على فرص سقوط الأمطار على اسكندرية ومطروح وسيوة، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة. وتوقع الخبراء أن تصل الأمطار القاهرة يوم الثلاث المقبل وسط نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.